الأرواح. سر بنا بونركب معك في قافلتك وروح. توافق الأرواح. توافق الأرواح. أنا بسألك. وش معنى توافق الأرواح من وجهة نظرك؟ توافق الأرواح يعني أنا يوم شفتك من يوم شفتك بلعتك. هضمت خلاص. أنا كليت ما توافقت معه. ها؟ صح عادل. لا صدق يعني الحين مثلا أنا أول مرة أشوفك. جلست معك كيف هذا الحين صح؟ خذيت ودردشت أنا وياك وسوالف. أعطيني دلالة أنت. هضمتك عرفت؟ إيش معنى؟ يعني روحي ارتحت لك بمعنى. ارتحت لك بمعنى. بس هو عنده تشويش بلع وعادنا عادنا فهمني قلت فهمني شوي بلعتك اي بلعتك يعني ليش هضمتك لان في ناس بعلمك بصدق والله في ناس سبحان الله يعني ما ينبلع بسرعه عرفت جالي اعطيت زعزعه بس بحطها في اسلم في ناس ما ينبلع بسرعه صدق ممكن صارت هنا اول ما تقابلنا صح ولا لا انا بقول لك الشيء اللي انا اشوف انه في ناس ما بلعتهم الا يعني قريب بعد ما عرفت عرفت في ناس لا على طول اول ما شفتها بسرعه ولا كنت بسك سؤال بس يمكن مهرج طيب بسنة. انا بقول لك الشيء اللي حسب وجهه نظري حسب وجهه نظري الشيء اللي معي انا الشيء اللي انا معي راح شوف انا ممكن اقابل شخص صراحه اتقبله في البدايه قبول كذا كاركتره في مرونه يخليني اخذ واعطي معه بس بعد 3 ايام 4 ايام صدقني لما تصادق انا وياه بعد شهر اذا تعمقت فيه اوقف امسك سمع. لا مداخله يعني سمع. في بعض الناس ما ودك تتعمق فيه لان ترى التعمق الزايد عن اللزوم يضرك تكتشف حاجات تمغصك اكيد كل انسان منا له جانب مظلم له جانب مشرق عنده ايجابيات وعنده سلبيات هل كلامي صحيح جدا وهذا اللي كنت بقوله مثل المرآة الحين لما تجيها من بعيد وترسم تشوف شكلك وسيم مرة لكن كل ما قربت كل ما قربت بتشوفها هنا جرح بسيط من موس الحلاقة حب طالع ايه عرفت كيف هنا مدري ايش كذا كذا فأنت دائما في علاقاتك خذ لا تتعمق فيها خذها بظواهرها عشها من برا واستمتع فيها لا تتعمق لأن كل ما تعمقت يا أخي هذاك يقول عرف لي الجرح الجرح وش تعريف الجرح؟ قال الجرح ناتج العلاقة العميقة بين الطرفين كلما ازداد عمق العلاقة ازداد عمق الجرح عرفت كيف؟ فأنت وأنا مو بحسدهم أغبطهم صراحة الناس اللي ما يتعمقون في صداقاتهم صداقاتهم بيض الله وجهك مرحبا بك فنجان قهوة طال عمرك في مكان كذا كذا يعني ما يتعمق تعمق كبير جدا إني أنا سم في بعض الناس الحين مثلا أنت خويت لك هذا في الخوة تكلم فالأخوة وفي علاقات كثيرة يعني يبيك تمشي على الشيء اللي هو يبيه عرفت مثلاً الحين خوي فهد أنا خويت فهد أبي فهد يمشي على الشيء اللي أنا أبغاه ما أبي فهد يقول الكلام ذا أبي يقول يعني أنا وصرت صرت أتحكم في فهد عرفت في شخصية فهد ولا تروح تجلس مع فلان ولا تسوي مع فلان كذا لا تقول كذا عرفت هذا الشخص مرض ولا حب ولا في تسميه كيف 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 مثلا الحين فهد ايه لا شفتك لا شفتك جالس معي ايه اقول ليش تجلس معي انا ما دانيك يا عادل عرفت ايه اقول ليش تجلس معي حسن مرض لا مرض 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 لا انا مثلا صديقي واحب فهد هذا الشخص ذا اللي يتحكم في الشخص في رفيجه ويقول لي لا تجلس مع فلان وليش تقول كذا قل كذا هذا وش تدري وش بعد المصيبه انا صرت اسمع كلامه ايه هذا ايش تسميه هذه عقليه محدوده ومرض في النفس اجتمعت كلها اسال الله جل في علاه ان يكشف ضره ويعافيه ولا يبتلي يتوقع انه فيه نقص مرض في النفس مرض ولا نقص في العقل ولا مرض عقليه لدرجه انه يعني مثلا يزعل عليك ويصد عنك مرض في النفس وعقليه محدوده اجتمعت كلها اسال الله ان يكون في عونه والله العظيم يعني ما دخل في الحب وانه يحبك ويعزك وكذا لا تشوهون الحب الحب حاجه حلوه يا اخي والله العظيم الحب حاجة حلوة بعضهم يقول يا أخي طيب إذا الحب طيب يعني ما لها علاقة في أنا أبي أتملك الشخص هذا أبي أتملك من شدة حبي له أبي أتملك لا الحب بريء منك براءة من دم يوسف الحب حاجة حلوة الحب أنك تستمتع بالأشياء من حولك وتعيشها بإيجابيتها وتغض النظر عن سلبيتها يا أخي الحب مثل ما قلت توافق أرواح
في حاجه انا ابي الحين ما فيها السكوباتي والنرجسي عادل ما فيها السكوباتي لا والله دقيقه ما فيها السكوباتي والنرجسي هذا الشخص اللي يحب اللي عنده حب التملك حتى في الصداقه يعني مثلا صديق اللي علم شرحت لكم هذا الشخص ابيك تطلق عليه اسم يبقى للتاريخ مثل السكوباتي والنرجسي والمتملكاتي المتملكاتي إيه حتى الاسم صعب ليش لانه هو شخصيه صعبه 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 في التعامل هذا بدك تسي إيه صعبه في التعامل عرفت كيف متملكاتي اسميه متى ملكاتي حتى الاسم إيه حتى الاسم فيه في يا اخي تعال الاسم اشلا من غير استرسل في التوافق والكلام اللي قلته فانا اقول لك شفت انت الحين احنا الحين عندنا هواء نسمه براد صح في الحب ترى مثل نسمه براد هذه شوف الان فهد انظر الى وجه فهد الان قسم بالله انظر وجه فهد شوف كيف مستمتع وجهها يا رداد عوسه ربه وحصيه والسموم لعب الشاري وجه مبين انه مستمتع مستمتع مكان واسع عرفت كيف هدوء الله الشيء اللي تسمعه نغمه موسيقيه ربانيه والشيء صوت الجريد هو يصفق في بعض جريد النخل يصفق في بعض بسبب الهواء حتى لو كان عندك مشاكل نفسية تأخذها تقول لو سمحتي خلص هنا يا لبا قلبس حطها هنا يا عرفت كيف تعيش خالي من كل شيء صفاء ذهني تسمع بالصفاء الذهني هذا هو الصفاء الذهني بعلمك في سالفة تقوى لا بعلمك أنت جاي لك تقوى لا لا في سالفة صدق فعلا هذا الرجل على طاري توافق الأرواح هذا الرجل بغى بنت عمه بنت عم الله وقدم وراح طال عمرك وقد تقدم عليها ورفضوا رفض الشايب قال لا والولد ذا يبيها والبنت تبيه الوكاد حاول عيا خذ يمكن 3 أو 4 سنين بعد 4 سنوات او اكثر الحب نايف بعدها بروح تقدر بعدها يا عادل نبه بعدها تمت الموافقه نبي الشايب هذا تكفل بعدها تمت الموافقه واخذ البنت كملها الحين 4 مدري 5 سنين هو يبيها وهي ايضا كذلك المهم في نهايه الامر وافقوا وتزوجوا يقول يوم تزوجوا طب هو بنت عمك لا 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 اقول واحد قصه واحد ايه المهم يوم تزوجها ودخلوا طال عمرك في الفندق وكذا على اساس خلاص اللي يبيها يقول والله اني اقبل عليها ما اقدر اني ابكي من اللي احس فيه دقيقه ابكي من اللي احس فيه عرفت يقول حاولت اخذ شهرين حاول ما قدر انتهت طلع هذه عيني ما صلت عليها ارحب ما دخل في توافق الارواح لا اجل انا مستحيل في توافق الارواح ليش؟ الرجال يدخل عليها من اول يوم توافق الارواح اذا عاش معها يوم يومين 3 أيام 4 أيام شهر ما حتى ما تقال 5 أيام شهر عرفوا بعض وما صار فيه انسجام صح هنا نقدر نقول ما في توافق ارواح في سالفه بعد ثانيه لكن هذه في سالفة ثانية يعلمني بها الرجال يقول رفيق اخوي له عرفت يقول اعرس يقول والله العظيم انه يوم يقول لي يقول عدوه صديق خاص يسولف معي يقول يوم جاء النهار الثاني والثالث يقول حاولت اعيش معها ما قدرت مو بكر الروح اية توافق الروح عرفت اي انا اوافق عادل بالكلام ان الاشياء العين والاشياء هذه يمكن تجي من اول ليلة صح من اول يوم بس اللي 3 شهور 4 شهور يعني ما حصل انسجام والله انت جيك ما حصل انسجام هذه ما اتوقع لها علاقه كذا ما توافق الموت موضعه بس اللي يعني الاشياء اللي تصير اول يوم اول ليل مصيبه تدري انا اعرف شخص يا قافل خلق عمه طيب والموت ما هو بعض العار للي يقفي خلى ابن عمه وراه مش الموت يا محمد لبيت حاجة الموت ان احيانا الواحد انا اعرفك ريجيل تزوج ثاني يوم النصيب هذا علمه عند الله النصيب علمه عند الله لكن عبد المجيد يتكلم مشاكل دخلت قلت الموت عشان تيتها بس عبد المجيد شو يقول يتكلم عن توافق الارواح
عرفت توافق الأرواح، الانسجام بين الشخصين. أنا في وجه الله يا الربع من ذا الأسلوب في الحكي. لا واضح. لا واضح هو توافق أرواح عرفت كيف؟ وش يقول؟ يقول يقول لا دقوا عليهم تكلم فاهم ترى فاهم أكثر مني بس كذا عليكم النسبة لا والله بس كذا الفلسفة يقول زايدة يقول واحد يقول واحد يقول واحد دخل على المرأة دخل على المرأة ثاني يوم ما حصل نصيب وانفصلوا هذا ما له علاقة ثاني ما له علاقة توافق أرواح أنت تقول نصيب نصيب لا هذا جلس معها يقول كم يقول ما فيها ولا شيء طب كم يقول كم جميلة كم وأخلاق وكل شيء يعني أنا ما تخلوني كمل السالفة يقول جميلة وأخلاق ولا فيها ولا حاجة وتعاملها طيب لكن ويش يقول أزريت إني هضمها عرفت كم جلسوا أخذ يا شباب أرحب نبارح يا أبو هذا زعزع القلب